أمرنا بصلة الرحم، فمن هم ذوي الأرحام بالنسبة للإنسان غير العم والعمة والخال والخالة والجد والجدة وأعمام الوالدين وأخوال الوالدين؟ نعم، أمرنا الله سبحانه وتعالى بصلة الأرحام وإيتاء القربى حقه في آيات كثيرة، وجعل ذلك من جملة الحقوق الواجبة على المسلم. قال الله تعالى: اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى اليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب صاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. قال العلماء: هذه آية الحقوق العشرة، لأن الله ذكر فيها عشرة حقوق. الحق الثالث فيها هو حق ذوي القربى، بعد حق الله حق الوالدين. قال تعالى: وآتي ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل. الآيات كثيرة من القرآن، وفي السنة أحاديث كثيرة تأمر بصلة الرحم، والرحم المراد به القريب الذي تجمعك به قرابة من جهة الأب أو الأم. كل من تجمعك به قرابة نسبية من جهة الأب كالأعمام والعمات والأجداد والجدات والإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات إلى آخره، أو من جهة الأم كالأخوال والخالات والأجداد والجدات من قبلها والإخوة من الأم وأولادهم كلهم من ذوي الأقارب. فإذا كان هؤلاء الأقارب يجتمعون بك من جهتين، من جهة الأب والأم، أو من جهة الأب فقط أو من جهة الأم فقط، فإنهم من ذوي أرحامك، يجب عليك أن تصلهم وأن تعطيهم حقهم الذي أوجبه الله عليك من الإحسان إليهم والسلام عليهم وعمل ما فيه منفعة لهم ومسرة لهم. جزاكم الله خيرا.